وللتعليق حول شأن السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. مرحبا بك معنا سيادة العقيد. يعني بعد تحذيرات الولايات المتحدة للنظام، اليوم الرئيس الفرنسي ماكرون يصرح بأن بلاده مستعدة لشن ضربات على النظام في حال استخدم الأسلحة الكيميائية، كيف تقرأ هذه التهديدات؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم الفاضلة. أهلا وسهلا. وكل عام وأنتم والمشاهدين بخير. يا سيدي، بالنسبة لموضوع إدلب، يعني هذه التصريحات الآن بدأت تتضارب بـ 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 بطريقة أو بأخرى، لكن الحقيقة لقراءة خارطة إدلب بدقة نجد أن هناك أربع نقاط قد اتفق عليها المجتمع الدولي. طبعا عندما نقول المجتمع الدولي يعني أمريكا، إنما يعني نجامل أنفسنا بهذه اللفظة. فما تقره أمريكا يقره المجتمع الدولي، هذا لم يعد هناك خلاف عليه. الأربع النقاط الأربعة هي: طريق حلب دمشق، أستراد حلب دمشق يعني يفتح ويحمى وسيكون ممر آمن، قلنا نعم أو قلنا لا. طريق حلب اللاذقية أيضا سيفتح، هذا متفق عليه. جبل التركمان وجبل الأكراد المطلة على مطار حميميم والمطلة على أستراد اللاذقية حلب لن تترك بيد الثوار أو بأيدي أي جهة أخرى بطريقة أو بأخرى. إن كانت ستحصل معركة في إدلب، أنا أحصرها في جبل التركمان وجبل الأكراد. أما النقطة الرابعة فهي النقطة الأكثر تعقيدا، وهي إخراج جبهة النصرة، وهذا ما يدخلنا بحديث طويل جدا وتشابكات طويلة. أما ما يجري الآن فبالنسبة للنقطتين الأولانيتين، فتح الأسترادات أعتقد أنه تم الاتفاق عليها من جميع الأطراف ولم يعد هناك إشكالية. يعني أنت ترى هذه التهديدات من قبل النظام، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل فرنسا، لن تجدي نفعا على الأرض؟ ليست لن تجدي نفعا، لكن ما يلفت الانتباه بهذه التصريحات أننا نجد أن يعني روسيا افترضت سلفا بأن الثوار أو جهة ما في إدلب ستستخدم السلاح الكيماوي. نعم. وأن أمريكا ستضرب وأن أمريكا ستضرب النظام، يعني فرضيات عندما نريد إلقاء الضوء عليها بشكل دقيق. نعم. نجد أن هناك عبارة عن حرب تصريحات لا أكثر ولا أقل. نعم. ما يجري على الأرض الآن هو تحاشي للصدام التركي الروسي. نعم. لأن النظام مجرد أن تقدم باتجاه إدلب توجد 24 نقطة مراقبة لتركيا، وعندما نقول نقطة مراقبة نحن لا نقصد أن عسكري يعني يحمل منظار ويقف على رأس تل أو في على سطح بناية، هي أصبحت قطاعات عسكرية. نعم. فمن أين يستطيع النظام أن يدخل دون الاحتكاك بالجيش التركي؟ نعم. الاحتكاك بالجيش التركي يعني معركة بين الجيش التركي وجيش النظام، وبالتالي فإن روسيا ستنجو إلى هذه المعركة وندخل بحالة طويلة جدا. لا أعتقد أن هناك أي ظرف يسمح الآن بصدام تركي. نعم. روسي. لذلك أنا أميل إلى أنه قد تحصل معركة في المنطقة الغربية من إدلب التي هي مرتفعات جبل التركمان وجبل الأكراد، يحل موضوع إدلب. نعم. بأيادي تركيا لأنها. نعم. الأكثر. نعم. سيادة العقيد، التشكيلة سيادة العقيد حاتم الراوي كان معنا من إسطنبول الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك.